ما هذا المكان؟ إنه شديد السواد، لا أستطيع رؤية أي شيء. رومي، روميكو، أمي تناديني من مكان بعيد. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ It's me دوريتو. أولا كل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم على الجميع. فيديو اليوم يا أصدقاء مختلف قليلا تحت عنوان جنازتي، ولذلك قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. أخي، لماذا أنت في مكان كهذا؟ في ظهر هذا اليوم علينا أن نستقل الطائرة ونعود إلى اليابان. لقد وعدت أن تأخذنا إلى المطار. علمت هذا، هذه جثة قد دفنت حية أيضا. ماذا قلت يا أخي؟ انظري إلى الأظافر، يبدو أنها استيقظت، ولابد أنها أيضاً قاتلت بيأس للخروج. تاكاشي، لنأخذ الجثة إلى المخبر، ربما في مكان ما على الجثة يوجد هنالك أثر للدغة نحلة. أفهم أيها البروفيسور. روميكو، أنا آسف، ولكنني لا أستطيع توديعك. ماذا؟ مستحيل، لا يمكن أن تتم مساعدته، وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نعممه بعد، نحن نبحث عن أنواع جديدة من نحل لديه سم سام بشكل مرعب. اللدغة من هذه النحلة تسبب ما يبدو أنه موت مفاجئ من صدمة، ولكن تقريبا بعد 50 ساعة الجثة تعود للحياة. خذي تاكسي إلى المطار، أخبري أمي وأبي، واحذري أيضا من هذه النحلة. أخي دائما يقوم بالأبحاث كل يوم، لا يلعب معي أبدا. لا نستطيع إيقافه، هذا ما يدرسه تاكاشي. روميكو، ما الذي سوف تفعلينه أنت في العطلة الصيفية؟ أوه، يا لها من ورود جميلة، أليس كذلك؟ كانوا يزهرون قرب موقع الأبحاث، لذلك قطفتهم. يا إلهي، الفصل الدراسي الجديد يبدأ غدا، ماذا سوف أفعل؟ لا يزال علي الكثير من الوظائف، في كل عام أريد أن أموت في آخر يوم من العطلة الصيفية. لماذا يمر الوقت سريعا عندما نكون مستمتعين؟ رومي، الطعام جاهز. حسنا. يوجد شيء ما لسعني أسفل قدمي. هذه النحلة تبدو تماما مثل النحلة في الصورة التي أراني إياها أخي. رومي، رومي، ما هذا المكان؟ إنه شديد السواد، لا أستطيع رؤية أي شيء. رومي، روميكو، أمي تناديني من مكان بعيد. حسنا، علينا نقل الجثة الآن إلى التابوت. الجثة؟ هل مات أحد ما؟ مادام، ما الخطب يا أمي؟ أوه، لقد تذكرت، لقد لدغت من قبل تلك النحلة. هل هذه هي الحالة التي تكلم عنها أخي؟ روميكو،
أمي، لم أمت بعد، سأستيقظ مجددا بعد حوالي 50 ساعة. ولكن إذا استيقظت الآن بينما هم رسميا يحضرون كل شيء، بالتأكيد سوف تكون هنالك فوضى عارمة. مذهل، كيف يمكن لرحلة خارج البلاد أن تنتهي هكذا؟ سوف يكون هذا حديث الصف. ماذا؟ أنا أكره تلك الصورة، بالتأكيد يوجد صور لي ألطف منها. أجل، لقد سقطت من على الدرج في منتصف اليوم، لابد أنها تأذت في مكان مهم. تاكاشي، هل تستطيع أن تعود حالا؟ ماذا؟ أبي يتصل بأخي؟ غدا الجنازة، هذه الجنازة هي في 2 أيلول، حرق الجثة سيتم قبل الظهر. حرق؟ لقد كنت على هذا النحو فقط منذ يوم واحد، وإن الظهر لم يأتي حتى بعد. حسنا، سوف ننتظر، أرجوك عد إلى المنزل بأسرع ما يمكن. أبي، متى سيعود أخي؟ متى سيعلم أخي أنني لست ميتة؟ أرجوك أخي، عد إلى المنزل سريعا. شكرا لأنك تركتنا نشارك هذه الأخبار الحزينة المفاجئة معك. سيد مينامي، يوكو، هيتومي. توقفوا توقفوا، لم أمت بعد، لست ميتة. أرجوكم ليستمع لي أحد. The Heart Sutra. When Bodhiva Sattva Apala Kitashvara was gazing in the deep Rajna Paramita, أبي، أمي، أسرع يا أخي، أسرع، عد إلى المنزل. والآن يجب أن نبدأ بموكب الجنازة ليقول أفراد العائلة كلمتهم الأخيرة بالترتيب. لا، توقفوا. روميكو. أخي، آسف لأنني تأخرت روميكو. أخي، تستطيع رؤيتي؟ يمكنك سماعي؟ أتستطيع؟ أجل، عربة الموتى تغادر، أسرع أخي، اشرح لهم كل ما حصل. لا أستطيع، أنا آسف روميكو، أخاك توفي في حادث على طريق العودة إلى المنزل من المطار. أنا مت قبلك، سأكون بانتظارك. لا أخي، يتم السحب إلى داخل جسدي، هل سوف أستعيد الوعي؟ لا لا لا، أريد الاستيقاظ الآن، لينقذني أحد ما. لا لا. بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، جنبا دنة تستطيع في كل الأزمان، ليست كوابيسا ولديها جواسيسا، تنشر الرعب فينا ولن يبقى للأمن بصيصا.